طيب بما ان احنا بنتحدث عن الدول العربيه، فانا هاخد حضرتك بما ان القدس بتمر هي من وراك، فهنروح لفلسطين ونشوف. وانا بشوف انه السوشيال ميديا في فلسطين مهمه جدا. ليه؟ لانه انا لو عايشه في فلسطين ونؤثر في بعض التاثير الايجابي والاطمئنان، وان انا اعمل فيديوهات تثير بالامن والامان، او ان انا ادي احلام، او ان انا ادي امال، او ان انا اكون مصدر ثقه الناس، يعني حقيقي السوشيال ميديا ممكن لأهل فلسطين تبقى نموذج ناجح في التواصل الجيد. يعني هنروح فلسطين، وخلونا في هذا التقرير معاكم نشوف المؤثرين وقد إيه نماذج ناجحة وموجودة على السوشيال ميديا مع أهلنا في فلسطين. يزدحم الفضاء الرقمي بعشرات التطبيقات الاجتماعية التي تتنافس على استقطاب المليارات من المتابعين، لتتشكل فسيفساء متنوعة من المحتوى المعروض التي تتراوح بين الإيجابي المفيد والسلبي الاستهلاكي. اليوم الوجود على السوشيال ميديا بعتقد أنه مش مجرد وجود لمشاركة في مواقع موجودة، وإنما هو بيمثل الهوية كمان لأي مواطن بغض النظر وين كان. فبالتالي وجودنا هو بيحجز مساحة لمحتوانا ولفكرنا. اليوم كثير في عنا أدوات صارت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصلا مواقع التواصل الاجتماعي صارت بتتيح لنا مجانية الوصول للعالم، وبالتالي هاي الأدوات بدون وجود محتوى وطريقة لعرض هذا المحتوى هي بتسواش إشي. يرى محمد أن الرواية الفلسطينية هي جزء أساسي من رسالة المؤثرين، بالتوازي مع نقل المعلومة الحقيقية ونشرها وفتح الفرص أمام الشباب في العالم الرقمي والإضاءة على الحقوق الرقمية وطريقة التواصل الآمن. على مستوى الرواية الفلسطينية أنا بفكر أنه هذا موضوع كثير مهم. أنا بحاول أختزل من خلال منشوراتي ومشاركتي على مواقع التواصل الاجتماعي كل القصص الكبيرة والمشبكة بنقطة معينة اللي ممكن إحنا نركز عليها، اللي ممكن توصل المعلومة للناس. هذا من جهة. من جهة ثانية، من خلال شغلي مع يعني بنحكي عن وسائل إعلام اللي كمان اليوم أنا صار شغلي معهم على الديجيتال ميديا، كمان كيف ممكن ننقل الرواية الفلسطينية والقصة من خلال الشباب الفلسطيني. يعني لما نحكي عن البطالة صعب نحكي عن البطالة الفلسطينية، بس ممكن ناخذ كيس ونحكي عنها بطريقة جديدة من وحي التجربة. وبالتالي أنا بحاول أوثق الرواية الفلسطينية من خلال تجارب الناس. يوظف محمود موهبته الفنية في إنتاج وعرض محتوى ترفيهي للشعب الفلسطيني، يحاكي قضاياه اليومية ويعبر عن قضيته الوطنية، مبرراً ما لدى الشباب من طاقة وإبداعات. البرامج اللي أنا بقدمها نوعاً ما بقدمها بطريقة فيها جزء كبير من الترفيه أو أساسه الترفيه، بس فيها ممكن تكون يعني برامج ثقافية، برامج كوميدية، بقدمها بطريقة جديدة شوي. وبشتغل أكثر على كوميديا اللي من الناس، برامج الشارع بكل بساطة. برامج الشارع بنقولها بطريقة معينة على السوشيال ميديا، وجبة خفيفة حلوة لطيفة الناس بتستمتع فيها، بتتفاعل معها كتير على السوشيال ميديا، تنشاف كتير غالي. يعني بشكل أساسي هذا هو المحتوى اللي أنا بقدمه، بعيدا عن إيش أنت بتنشر بوستات، إيش أنت بتتفاعل مع المجتمع بطريقة لطيفة دايما، بس المحتوى اللي أنا بقدمه اللي هو الأساس، البرامج اللي أنا بعملها في الشارع مع الناس. بس لما أجي أنقولها الناس بتفاعل معها افتراضيا على السوشيال ميديا. ما نسينا فلسطين وكانت أساس شغلنا، بس بطريقة لطيفة شوي، بطريقة فيها فخر بفلسطينيتك وفيها فكرة حلوة اللي لما يشوفك العربي يحكي هذا هو الفلسطيني اللي أنا بدي أشوف. يبقى المؤثر الفلسطيني رافعا لواء قضيته ورسولا لها، مستفيدا من اتساع النظام الرقمي، مبتعدا عن الاستهلاك التجاري والمحتوى الغير مسؤول الذي يغرق الشبكة العنكبوتية.